الجميلة ومن هالورود الجميلة اللي أخذتنا فيها اليوم بهالصباح رح نرجع لك بالتأكيد من خلال حلقتنا لليوم. يعطيك ألف عافية أنت وزملائنا في قافلة برنامج يوم جديد. أعزائي، من الجمال ومن الورود وهالصور الجميلة اللي شفناها رح ننتقل أيضا لشيء جمالي، لطيور الزينة اللي كتير منا بيحتفظ فيها بالبيت، منعتني فيها، لكن كيفية العناية، ويمكن كتير منا ما بيعرف أنه في جمعية، الجمعية الأردنية لطيور الزينة. رح نتعرف أكثر على هذه الجمعية، أهدافها ونشاطاتها والمعرض الذي سيقام يوم الخميس. معنا اليوم بها صباح دكتور دوخي الحنيطي رئيس الجمعية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور. حياكم الله، وأنا فعلا شاكرا لكم ألف بداية، لأنه هاي يمكن للمرة الرابعة ولأربع سنوات بتدعموا مثل هيك جمعيات خيرية في هذا البرنامج، فألف شكر لكم على استقبالنا، وصباح الخير للشعب الأردني ولجميع المشاهدين والمستمعين. يعطيك العافية. ودكتور محمد أصوص عضو الهيئة الإدارية في الجمعية، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور. يعطيكم العافية وصباحكم مبارك إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. يعني إحنا برضو كنا من الورود إلى الطيور الزينة، ومعنا مجموعة من العصافير اليوم بالاستوديو. بداية دكتور نحكي عن الجمعية وأهداف الجمعية. هي بداية الجمعية جمعية خيرية قبل كل شيء. احنا لاحظنا بالآونة الأخيرة انه عملية تربية الطيور بالأردن اصبحت بطريقة غير منظمة، الا ان لاحظنا بانه كثير من الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة احيانا تعتاش على تربية الطيور في المنازل مع عائلاتهم، وبقوموا ببيع انتاجهم من الطيور لعملية استكمال الدخول تبعتهم. فحاولنا ان نوفر لهم خدمات لتنمية وتطوير مثل هذا النمط في المعيشة، بجانب الا انها ايضا هي منظر جمالي وراحة للنفس عند الأسر في المنازل، وهو ايضا من النمط الشامي الأردني، او خلينا نقول النمط الشرق اوسطي، موجود دائما في كل بيت، دائما اللي يكون جزء من العصافير المغردة اللي بيستمتعوا فيها وبأغانيها. طبعا انا حبيت انوه انه معنا بالاستوديو لانه بلشنا نسمع اصوات العصافير. عم بيرحبوا بالجمهور. ما شاء الله. دكتور محمد، عندكم يوم الخميس معرض، هذا الايفنت ان شاء الله حيكون الخميس، افتتاح الساعه 3 تقريبا، وحيستمر ليوم الساعه الثانيه ان شاء الله، الثانيه بامر الله، احسن واحسن على البدري، وحيكون ليوم الجمعه ويوم السبت بامر الله، يعني على مدار 3 أيام. على مدار 3 أيام. نعم، انا بدي انوه انه المعرض هذا المعرض الرابع، وهو المعرض الاردني، وحقيقة إحنا ارتقينا إلى المستويات العالمية. يعني البعض يستهين في أنه وجود هنالك جمعيات خاصة لطيور الزينة، إلا أنها ترقى هاي المستويات في كثير من الدول المتقدمة، إلى ينتمي إليها أحيانا رؤساء دول، ينتمي إليها أحيانا كبار الشخصيات في المجتمعات المتقدمة لما لها قيمة. إحنا المعرض هذا أيضا هو عبارة عن المعرض الرابع الأردني الرابع في مجمع النقابات المهنية، رايح يكون يوم الاثنين، سوري الساعة 2 يوم الخميس، يمتد إلى الجمعة والسبت من الساعة 10 للساعة تقريبا 10 مساء يوميا. الحلو في هذه اللي أيضا راح يكون عندنا المسابقة الدولية الثانية لطيور الزينة، عندنا حكام دوليين جايين من إسبانيا، جايين من أوروبا، جايين أيضا من الخليج العربي لتحكيم أفضل أنواع الطيور، أحلى الأغاني، أحلى الأشكال لطيور الزينة، وهي أيضا بالعملية هاي نحن نقترب إلى المستويات العالمية في مستويات طيور الزينة وأشكالها وأنواعها. جميل دكتور، لما بنحكي عن طيور الزينة هي تتضمن، يعني يمكن احنا اكثر شيء بنعرفه العصافير، لكن ايش اكثر شيء الواحد حتى ممكن يقتني في بيته من طيور الزينه واكثرها انتشارا؟ بشكرك على هذا السؤال. هلا احنا في عندنا شيء بيسموه المعاكيف، اللي هي الببغات المغرده والمتكلمه والناطقه، وهذا اسلوب جميل جدا يعني بالبيت. وفي عندنا نوع اسمه الكنارات والحساسين، وفي عندنا نوع اسمه الزيبرا اللي هي طيور الجنه. الآن أنا بنصح جميع الشعب الأردني والضيوف السامعين يشرفونا على المعرض، في عنا نخبة جدا راقية من المربين ومن التجار ومن الناس اللي بيقدموا النصائح. أنا كانت نصيحتي بشكل عام أنه كل بيت يبدأ يقتني من هذا النوع من العصافير لو زوج واحد، بحيث أنه إحنا في عنا تكاثر العصافير بسم الله ما شاء الله، والطيور بشكل عام تقريبا 3-4 مرات بالسنة، هذا اذا تركنا العصفور على راحته، يعني ما تعبنا.
هو ممكن يتكاثر 5 مرات وعشر مرات. لكن لو عملنا احنا جدوى اقتصاديه لهذا المشروع كمشروع منزلي ما بده أسيتس، ما بده يعني خلوات وأجرات وما فيش ضرائب، بلاش يسمعونا جماعة الضرائب. كنت بدي أحكي عن موضوع عن تحوله إلى يعني إلى شكل استثماري إلى مشروع استثماري. كيف هو هاي النقطة اللي كتير حلوة، إنه أنا في البيت عم بفيد أولادي، عم بعلمهم تحمل المسؤولية. ممكن أنا عندي في البيت مثلاً كل يوم على واحد الواجب، بصير في عنا تعاون، هذا ضيف بنكرمه بندير بالنا عليه، بنتحمل الريسك مانجمنت، اذا انا مثلا بدي اطلع من البيت ايش اعمل ايش كذا. فحلو للاطفال يعني هوايه مفيده، وبنفس الوقت انا بقدر اني ازيد دخلي من هذا الشيء. يعني انا مثلا زي ما قلت في البدايه انه لو جبت 2 من العصافير او 2 أو 4 وفي مكان ما بياخذوا عندي حيز في البيت، وفي انواع غاليه شوي مثلا 500 دينار 400 دينار، في انواع 50، في 5 دنانير 10 دنانير، فانا بقدر ابلش بالحجم اللي انا بدي اياه. الان الزوج العصافير بيعطيني مردود على يعني الابناء بيعطيني قد سعر والدهم ابوهم والاسره تبعتهم. مثلا لو انا كان الزوج اللي اقتنيته اول شيء حقه 300 دينار، ابنائه حينباعوا لما يكبروا ب 300 دينار. فبدي اضرب انا 4 انتاجات مثلا، كل انتاج فيها 2 ازواج، هي 8 يعني عمل لي راس مالي خلال سنة 8 أضعاف، خلينا نقول 4 أضعاف، خلينا نقول 6 أضعاف، 3 أضعاف. فما في مشروع هلا إحنا عندنا بالجدول الاقتصادي، إذا مشروع بسترد راس مالي بعد 10 سنين يعني جلي 10% بالسنة، يعتبر مشروع ذا جدوى عالية. فما بالك لما أنا عم برجلي 300% و400%، فبتكون don't give me a fish. لو أنا حتى بدي أساعد ناس teach me how to كيف أصيد السمكة، هي فرصة. فإحنا نعطي هذا الشيء هدية مثلا لأسرة بحب أن أهديهم إياها، بحيث أنهم يبلشوا ينتجوا ويحققوا دخل منها. دكتور يعني لما بنحكي عن طيور الزينة يعني إحنا شايفين في أنواع مختلفة، يمكن مش الكل بيقدر يميزها. نعم. لكن نقدر نعرف الأكثر شيوعا اللي هو الكنار لأنه بيغني، أو الحسون، اللوف بيردز اللي هم أكثر يمكن شهرة. لكن يعني أنا شايفة أشكال مختلفة، وحتى في منهم إحنا حاطين يعني أنتوا حاطين 4 أو 3 جواز. نعم. مع بعض، هل فعلا ممكن يتعايشوا مع بعض؟ أول شيء بدنا نعرف أنه عالم الطيور الزينة هو عالم، هو عالم بحاله. إحنا وصلنا إلى مراحل الطفرات الوراثية فيها، يعني هو لا يقف إلى المرحلة هاي، ولكن يرحل يعني يصل إلى مراحل الطفرات الوراثية. في بعض الطيور تصل إلى 5000، في بعض الطيور 25000 يصل الطير الواحد. هي كيف إحنا قدرنا نطور بالطفرات الوراثية للطير، إما من ناحية الصوت أو من ناحية الشكل، يعني إخراج أشكال جديدة، أصناف جديدة من طيور الزينة. حقيقة عالم الطيور عالم لا نهائي، لو تعداد وأنواع الطيور عدد كبير جدا. لا أستطيع، من الكنار 500 نوع تقريبا، من الحسون حوالي ممكن تلاقي أكثر من 400-500 نوع أيضا. لذلك هو عالم بحد ذاته، ببغاوات أشكال مختلفة. الحلو في الأيام هذه أنه أصبحنا نطور علميا بيولوجيا في هذه الطيور. نعم. وفي أشكال الطيور، لذلك أصبحت تلقى أيضا صدى أمام المجتمعات المتقدمة. أنا حاب برضو بالنسبة للمعرض أن أقول المعرض رايحين يشوفوا فيه أشكال مختلفة من الطيور، أنواع مختلفة من الطيور، وحلو أنه تيجي الأسر كاملة، أو على سبيل المثال الأطفال الأولاد، الأسرة كاملة تيجي وتحضر هذا المعرض عندنا. وفي راح يكون في هدايا، راح يكون طيور زينة للأطفال، جميل. تفريح الأطفال، مسابقات للأطفال أيضا يعني، وإن شاء الله دعوة عامة لجميع إن شاء الله. يعني والواحد كمان يطلع على إشي مش يعني عالم هو بحد ذاته، لكن إحنا مش كلنا بنقدر نعرف هاي المعلومات القيمة ممكن تكون من خلال المعرض. دكتور محمد، شوي كمان في النشاطات، يعني إحنا بنحكي عن جمعية 4 سنوات وبتقيم هذا المعرض السنوي، لكن شو كمان النشاطات بتعملوها خلال العام؟ بفضل الله في لقاءات يعني متعددة ومتكررة ما بين جمعيتنا الكريمة وبين الخارج. الآن إحنا بهاي اللقاء حنستضيف يعني جمعيات ونوادي من خارج الأردن، وبلا مؤاخذة مع احترامنا الشديد يعني استضافة كاملة لإلهم، نحطهم تاج على رأسنا ونجلس إحنا وياهم ونتبادل الخبرات والمعارف، بنشارك بالنوادي. الآن إحنا كمان في صدد أن ندخل للكونفدرالية العالمية لطيور الزينة. في عنا إشي اسمه حجول، يعني هلأ كل مربي للطيور بنتسب للجمعية، الجمعية بتعطيه عدد معين من الحجول. هذا الحجل لما يصير الفرق الصغير عمره مثلا 7 أيام بيحط هذا الحجل بإجر العصفور هذا، وبيصير هذا يعني زي شهادة ميلاد لهذا العصفور، وبيكون عبارة عن ID لإله.
بحيث انه لما يكبر هذا العصفور هذا الطير بده يشارك فيه في اي محفل من المحافل، سواء انه يكون لون او شكل او صوت. يعني احنا لما يعني ندخل بهاي المعارض والمسابقات بنقدم العصفور على اساس انه شكله جميل او لونه مميز مثل هذا اللون. يعني هذول الثلاث مميزات، هذول الثلاث الاشياء اللي احنا بندخل فيهم مسابقات عاده، يا اما لون يا اما شكل يا اما الصوت. وطبعا ما شاء الله احيانا بيكون في شيء بيجمع فيهم كلهم. فهذه هي من ضمن نشاطاتنا، اللقاءات مع معالي وزير الزراعه، تبادل الخبرات معهم، مناقشه الاشياء اللي بتهم جماعه المربين. مثلا كان في ضرائب عاليه على الغذاء وعلى الدواء للطيور، واحنا قلنا لهم احنا بنجيبها بكميات قليله، فالله يجزيهم الخير الوزاره تعاونوا معنا وشالوا كل هاي الرسوم. نعم. بناخذ من عندهم احصائيات انه السنه الماضيه كان استثمار 55 مليون في هذا القطاع على الاقل. بنتعاون احنا يعني ما شاء الله، هو بالفعل لو الواحد يدرس الشغله يعني شوي شوي بيلاقي انه فيها كثير فائده رائعه. وعدا عن ذلك كخبره، كخبرات تسويقيه، كخبرات الاردن الان عم بتكون يعني اعاده تصدير، واحنا بنطمح انه خلال سنتين قادمات بامر الله يكون يعني مجموعنا او حجم او حصتنا 50% من اللي يعاد يستثمر ان شاء الله. يمكن بدي احكي بالتفصيل اكثر معك دكتور عن وضع الاردن مقارنه بالدول العربيه والدول المحيطه في تربيه طيور الزينه. والله الاردن كانت يعني قبل وجود الجمعيه حقيقه كانت الامور تكون عشوائيا والتربيه تكون عشوائيا، لدرجه انه لم يكن هنالك مزارع منظمه بالاردن لطيور الزينه. بعد وجود الجمعيه ادخلنا الكثير من الندوات، الخبراء الدوليين، دراسات الاقتصاديه، دراسات الاجتماعيه بجانبها، ادى هذا كله الى ايضا زيارات المربين، ادى وجود مزارع منظمه عند كثير من الاسر الاردنيه، واصبحنا يعني نرتقي نوعا ما الى المستويات العالميه. خلينا نقول كانت بقيتنا بعض الدول العربية في هذا المجال كالشام أو كبيروت، إلا أننا أصبحنا الآن نتقدم عليهم في هذا الموضوع بشكل، وكنا وصرنا يعني بصفاف كان نقول بلجيكا ألمانيا، بصفاف هذه الدول المتقدمة في مجالات الإنتاج وأشكال الإنتاج. بجانب أنه حتى عندنا لما نقول فرضا المعرض والمعرض، وأيضا راح يكون في مؤتمر لأنه رايحين نساوي هامش ندوات ومحاضرات وطرق لعملية التعامل والتربية، راح يكون علمي اجتماعي ثقافي بجميع الأحوال، وهو يعني يكون سنويا في الأردن وأيضا في العالم، وهنالك تبادل بيننا وبين دول العالم في مجال هذا في هذا المجال وفي هذه الخبرات بإذن الله. دكتور نهاية محمد، نحكي عن العناية بطيور الزينة بالبيت، لو يعني الواحد عنده يعني جوز طيور بس كيف لازم يعتني فيهم؟ هلا حقيقة هذا الشيء كثير مهم حقيقة، لأنه هاي روح ومسؤولية، ولا بد انه الانسان اذا اهتم في هذا المجال انه يخدم جميع الجوانب. عندنا احنا موضوع التغذيه، موضوع الدواء، موضوع البيئه اللي بيعيشها الطائر ما بين درجه الحراره، الجو، الرطوبه، المكملات الغذائيه. فانا برضه بعيد بنصح انه وجود الجماعه المختصين في هذا المعرض حيكون دافع قوي انهم يعطوا لاي انسان عنده يعني نوع معين مختص فيه، في ناس مختصين بهذا النوع فبيعطوه هاي النصائح. كذلك أنا يعني بنصح الكل أنه يدخل على اليوتيوب ويختار النوع اللي هو عم بربي وما يخلي والأقرب لشخصيته بالضبط أي جزئية يدرس عنها، لأنه حقيقة يعني أحيانا الناس بيكونوا مثلا بسبب جهل بسيط بيكون مشروع ما نجح معه بسبب شغلة جزئية بسيطة جدا هو غافلها أو ناسيها، كحرارة، كرطوبة، كمكمل غذائي، كنوع دواء، كذا. بعدين لو تابعها بأمر الله أنه بيكون مشروع جدا يعني حتى لو هو محتفظ فيهم كطير زينة في البيت برضو لازم الاهتمام فيهم، لأنه مثل ما ذكر دكتور بالآخر روح وجب الاهتمام فيها، طالما إحنا يعني جبنا على البيت لازم نهتم فيهم. بدي أشكركم وأقول لكم يعني إن شاء الله مؤتمركم موفق ومعرضكم موفق. مرة تانية برجع يعني بذكر مشاهدينا أنه هو يوم الخميس الساعة 2:00، خميس وجمعة وسبت رح يكون في مجمع النقابات المهنية. مجمع النقابات المهنية شميساني، ونتمنى من وزير الزراعة المرة هاي أنه هو اللي يفتتح المعرض. إحنا للمرة دعوة على الهواء له، لأنه للمرة الرابعة إحنا قدمنا له إياه قبل لكن ما حضر، إن شاء الله يحضر المرة هاي إن شاء الله. يعني ودعوة للجميع بإذن الله. بدي أشكركم، يعطيكم ألف عافية، موفقين إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لكم، ألف شكر. شكرا لزوجك، يعطيكم العافية. أعزائي فاصل، رح ننتقل للفقرة التالية مع سمر و